السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير على الجميع سماعة الايربودز اللي هي سماعة ابل اللاسلكية العلبة سلك شاحن كتالوج السماعة هذه هي علبة السماعة بداخلها السماعة ونفس العلبة شاحن للسماعة هذه هي العلبة وبداخلها السماعات افضل شيء بعلبة السماعة بمجرد تفتحها بيجيك الربط على طول على جهازك الايفون او الايبود او الايباد او الماك طيب السماعة الوحدة خفيفة جدا وزن كل وحدة فيهم 4 جرام هي تقريبا نفس شكل السماعة القديمة بس بدون سلك العلبة تبع السماعات هي اللي تشحن السماعات ونفس العلبة برضو تنشحن السماعات يفضل شحنها 24 ساعة تستمر معاك بالاستخدام المتواصل لو ما بتستخدمها بشكل متواصل ممكن تجلس معاك يومين عشان ترجع تعيد شحن السماعة بتحطها في العلبة في خلال 20 دقيقة بتنشحن بشكل كامل السماعتين نفس هذه العلبة بتشبك عليها سلك الايفون العادي بتنشحن في خلال ساعتين فل تعطيك شحن للسماعة تقريبا أربع مرات أهم ميزة أشوفها في السماعة إنه كل واحدة منهم فيها مايك، يعني تقدر تستخدم كل واحدة بشكل منفصل. يعني واحدة بس تحطها في إذنك تكفيك إنك تقدر تتكلم مكالمات أو تقدر تسمع، ولو خلص شحنها ممكن تستعين بالثانية لوحدها. العيب في السماعات اللاسلكية إنه ما فيها أي إزرار للتحكم بالصوت زي السماعة القديمة. حنجرب مع بعض كيف حتقترن مع. الجوال على طول اقترنت عن طريق البلوتوث شحن العلبة 63 وشحن السماعات 84 وبرضو حتبين معاك بطارية السماعة في شاشة الإشعارات أسفل بطارية الآيفون نفسه السماعة الآن في إذني لو ضغطت عليها مو ضغط لو ضربتها كده بشكل خفيف مرتين حيشتغل معايا سيري لو انت جالس تتفرج على مقطع في اليوتيوب او مقطع صوت قاعد تسمع له بمجرد انك تنزلها من اذنك بيوقف معاك المقطع السماعات تشتغل على اي ايفون او ايباد او ايبود بالنظام الاصدار العاشر فيما فوق وبرضو تشتغل على جميع اجهزة الماك بنظام 10.12 وأيضا تشتغل على جميع أجهزة الأندرويد تقدر تشبكها على أكثر من جهاز بنفس الوقت يعني لو عندك آيفونين وآيباد وماك تقدر في نفس الوقت كلهم تشبكها عليها عيب السماعات إنه ما فيها مانع للضجيج والضوضاء يعني عادي وهي في إذنك كنت بتسمع برضو اللي حولك حتسمعهم عادي السماعة سعرها في متجر أبل 159 دولار توصيل أو, أو الشحن بعد ست أسابيع سعرها في مكتبة جرير أو إكسترا أو غيرها ب 699 ريال سعودي وللأسف غير متوفرة وهذه هي شكلها في الإذن تحس إنه فيها إعاقة لكن تنفع تحت الشماغ وتحت الغطوة أو العباية هو حتى بهذا الشكل ممكن تستخدم سماعة واحدة منهم تكفي